السلام عليكم، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. اليوم غندير واحد الوصفه اللي غتكون ساهله وكلشي غيقدر يصوبها. غنصوبوا البراوني. اول حاجه عندي الشوكولا، هنا انا ذوبته، عندي 140 غرام، عندي هنا 260 غرام ديال الزبده، عندي 4 ديال البيضات، عندي 150 غرام سنيده، عندي 110 غرام ديال الطحين، عندي هنا 15 غرام ديال الكاكاو، وعندي 50 غرام ديال الكركاع غير هرمشو، يعني ما تحمروه ما والو. وعندي خماره وعندي كركاع هنا للتزيين اللي بغى يزين. الوغ اول حاجه اللي غندير، غندير الشوكولا وغندير فوق منها البيض، باردون الزبده، هما اول حاجه يطربوا باش الشوكولا ديالي ما يتكورش. دونك نسدو الاكسترا شاف مزيان، فوالا ونطرب مزيان. سي بون، اون فوا طربت الشوكولا والزبده نضيف البيض. كلشي غنخلطو في ليكسترا شيف ونحرك. ودابا غنضيف سنيدة، يعني في حاجة يعني في بول واحد كديرو كلشي مرة واحدة وكطربو. نعاود نستريح ونطرب. فطربت غنزيد قبيصة الملحة، يعني البغاوني لابد نديرو فيها المليحة، نديرو غير شوية، نزيدو الملحة ونعاودو نضربو شوية. سي بون، دابا قلت لكم غنديروا الطحين. شي كيف ما قلت لكم كلشي كتخلطوه في حاجه وحده صافي، البغاوني واجد. الوغ هنا درت الطحين، غنزيد خماره وغنزيد الكاكاو هاك، وغنزيد الكركاع، الكركاع كيف ما قلت لكم ما تحمروهش، يعني غير هرشوه شويه وصافي. هاهو بدا كيعقد صافي، نحركو هكا وندخلو في المول ديالنا. سي بون، نزيد نحرك مزيان براوني كي كيجي ونخويو في المول. كيف ما قلت لكم لاكري انا راه ديجا حاطه هنا بارده، دونك نبداو نكبو شويه بشويه حتى نعمرو هادشي اللي عندنا كله. بقا تقدري تزوقيهم بالكركاع كيف ما قلت لكم، ولا تقدروا ديروا فوق منهم شوكولا، ديك الساعه على حسب الذوق ديالكم نتوما. فوالا، دونك دابا نكملوا كلشي على نفس الطريقه. سي بون، انا عمرت كلشي كيف ما كتشوفوا، كاين شي وحدينات درت فيهم الكركاع وكاين شي وحدينات خليتهم خاوين غنزوقهم بالشوكولا. دونك انا اختاريت ندير هاد المول هكا فيه وحدينات صدايرين صغار باش نخرجوا من هذيك القوقعه ديما براوني داير ولا مربع، هكا نبدلو الشكل شويه. Je suis
بون ها البغاوني ديالنا وجدو كيف ما كتشوفوا كيجيو ولداد نصيحه ديروا هاد لا روسيت راه كتجي فريمون لذيذه وسهله. دونك دابا غنقول لكم نتلاقاو ان شاء الله فيديوهات جداد دي روسيت جديده وكيف ما كنقول لكم ديما السر هو العزيمه. يلا باي باي عليكم.